جايبين لكم بقى دلوقتي جدول الدوري المصري كامل 2023 2024 بكل الجولات بتاعته. خد بقى سكرين شوت لكل الجولات عشان تستمتع ان شاء الله بالدوري المصري السنة دي، واسمه دوري النيل او دوري نايل. زي ما حضراتكم شايفين الجولة الاولى اهم مباريات فيها هتكون طبعا الاهلي والمصري وبيراميدز والزمالك، وكمان انا شايف ماتش زد والاسماعيلي هيبقى ماتش قوي، وكمان فاركو وفيوتشر. اما بقى الجولة التانية فاهم مباريات فيها الزمالك والمقاولين العرب طبعا، وكمان ماتش سيراميكا والاهلي، وكمان ماتش فيوتشر والداخلية، وكمان بيراميدز والبنك الاهلي. اما بقى الجولة التالتة فاهم مباريات فيها هتكون فاركو وسيراميكا والاهلي والاسماعيلي طبعا والبنك الاهلي والزمالك، وكمان ماتش سموحة والمقاولين العرب. اما بقى الجولة الرابعة الزمالك هيقابل سموحة، والجونة هيقابل الاهلي، لكن ماتش القمة بالنسبة لي في الجولة دي هيكون فيوتشر وبيراميدز. الجولة الخامسة الاهلي وبلدية المحلة، الزمالك هيلاعب امبي، ده ماتش قوي جدا طبعا. اما بقى في الجولة السادسة الزمالك هيلاعب زد، والمقاولين هيلاعب الاهلي. من اهم المباريات في الجولة دي فيوتشر وامبي طبعا. الجولة السابعة فيوتشر هيلاعب الزمالك، الاهلي هيلاعب سموحة، ماتشين مهمين تانيين بيراميدز والاسماعيلي وامبي والمصري. الجولة الثامنة الزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري، وزد هيلاعب الاهلي، ماتشين اقوياء بقى مصر المصري وفيوتشر وسيراميكا وامبي. اما بقى في الجولة التاسعة بيراميدز هيلاعب بلدية المحلة، المصري هيلاعب الزمالك، الاهلي هيلاعب الاتحاد السكندري، كمان فيوتشر هيلاعب سيراميكا ماتش قوي جدا. الزمالك هيلاعب الاهلي في الجولة العاشرة ماتش القمة طبعا. المقاولين هيلاعب بيراميدز، كمان في ماتشين اقوياء الاسماعيلي وفيوتشر وسيراميكا والمصري. في الجولة ال11 امبي هيلاعب بلدية المحلة، فيوتشر هيلاعب الجونة، سيراميكا هيلاعب الزمالك، والاهلي هيلاعب فاركو. اما بقى في الجولة ال12 الزمالك هيلاعب فاركو، الاهلي هيلاعب الداخلية، سموحة هيلاعب البنك الاهلي، فيوتشر هيقابل بلدية المحلة، الاسماعيلي هيقابل سيراميكا، وزد هيلاعب بيراميدز. في الجولة ال13 الاهلي هيلاعب طلائع الجيش، بيراميدز هيلاعب الاتحاد السكندري، طبعا ماتش القمة هيكون الزمالك والاسماعيلي. الجولة ال14 الزمالك هيلاعب الداخلية، فاركو هيلاعب طلائع الجيش، الاهلي هيلاعب بيراميدز، ماتش القمة بتاع الجولة دي. الجولة ال15 الاسماعيلي هيلاعب بلدية المحلة، والمصري هيلاعب سموحة، والجونة هيلاعب الزمالك. الجولة ال16 طلائع الجيش والزمالك، الاهلي هيلاعب انبي، الداخلية هيلاعب بيراميدز. الجولة ال17 نهاية الدور الاول الزمالك هيلاعب بلدية المحلة، فيوتشر هيلاعب الاهلي طبعا، دي هتكون نهاية الدور الاول. بعد كده المباريات بتتعاد تاني، نفس المباريات بتتعاد بنفس الترتيب في الدور التاني، معناه ان اخر لقاء في الدوري للاهلي هيكون امام فيوتشر، وللزمالك هيكون امام بلدية المحلة، ولبيراميدز هيكون طلائع الجيش طبعا. ان شاء الله هنزل لكم كمان فيديو بالمواعيد بقى بالتواريخ لما ينزل ان شاء الله باذن الله التواريخ. تابعونا هنا عشان يوصل لكم كل جديد، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا، وطبعا ما تخليش اي مباراة تلهيك عن الصلاة، الصلاة اولا وبعد كده اي حاجة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.